ننتقل إلى ورقة معدل قسم. الأسابيع الماضية أخذنا إنه كيف نعمل دي سم، دي كاونت، دي ماكس، دي مينيموم. اليوم رح نعمل لو إنه نحسب المعدل للرواتب اللي هون حسب قسم معين. أول شيء نروح على الفانكشن، نبحث عن ده اللي اسمه دي أفرج، دي أفرج، وبنعمل اوكي. اول شيء بحكي لك وين هي داتابيز، فبنحدد الداتابيز اللي عندي، البيانات اللي عندي، الفيلد اللي بدي اعمل له الافرج اللي هو الراتب، والكريتيريا اللي هو المعيار. انا بدي بنحط هون القسم وبنختار الخليه اللي تحت. راح اعطاني الافرج اللي هو بنعمل اوكي 280 فاصلة. هذا الافرج لكل الاقسام، لكن لو انا بدي احمل لقسم معين كل ما ولذلك اني بحط تحت القسم القسم اللي بدي اعمل له الافرج له فقط. بنحط مبيعات، راح نلاحظ انه الافرج تاع قسم المبيعات هو 269. لو ناخذ مثلا قسم التسويق نعمل اوكي، راح نلاحظ انه الافرج لقسم التسويق 366. اذا دي افرج نعملها مره ثانيه، بنحدد اول شيء خليه بنحط فيها الدي افرج فانكشن، نبحث عن دالة اسمها دي افريج داتابيز افريج. اول شيء نحدد الداتابيز، بعدين الفيلد اللي هو الراتب، حقل الراتب، والكريتيريا اللي هو القسم، والخليه اللي تحتها اللي هو التسويق مثلا، وبنعمل اوكي. حبيت اوجد لا قسم ثاني مثلا السكرتارية، نعمل اوكي، راح نلاحظ انه الافرج له 288. ننتقل لورقة مجموع حسب شرط معين. انا عندي ارقام، في ارقام سالبة وفي ارقام موجبة. احنا بنعرف انه في دالة اسمها الصم، خلينا نوجدها هون، نكتب هون المجموع، نعمل function، نبحث عن دالة اسمها sum، نعمل OK، بحكي لي حدد لي الرينج تاع البيانات، بنحدده من A2 إلى A7. راح نلاحظ إنه الأفرج إله سوري المجموع لهم اللي هو إيش؟ ناقص 10. ليش ناقص 10؟ لأنه في أرقام سالبة وفي أرقام موجبة. لكن لو حبيت أجمع فقط الأرقام الموجبة، يعني أجمع العشرة والخمسة والخمسة، عملية الجمع بتتم كالتالي. نبحث عن دالة اسمها sum if، نبحث عن دالة اسمها sum if. إذا بالوضع الطبيعي أنا بختار دالة sum، لكن إذا حبيت أحط شرط نختار دالة اسمها إيش؟ sum if، وبنعمل أوكي. بحكي لي وين الرينج اللي هو من A2 نفس الرينج إلى A7. الكريتيريا اللي هو المعيار، بنحط المعيار. انا المعيار بدي الارقام الموجبه، الارقام الموجبه ميزها الاكبر من الصفر موجب والاقل من الصفر بنعمل ايش؟ سالب. فكل ما لذلك اني احط اشاره اكبر من صفر بالمعيار، نعمل اكبر من صفر. هيك بفهم الاكسل انه يوجد الجمع للعلامات او الارقام الموجوده من A2 الى A7، لكن حسب الشرط انه تكون الارقام فوق الصفر اللي هي الارقام الموجبه، وبنعمل اوكي. راح نلاحظ انه هو المجموع ايش؟ 20، اللي هن العشره والخمسه والخمسه. نفس الشيء لو حبيت انا اوجد الارقام السالبه، نبحث على فانكشن، نبحث عن داله اسمها sum if، الجمع حسب شرط معين، وبنعمل اوكي. الرينج اللي هو من A2 الى A7، المعيار انا بدي الارقام السالبه وبالتالي الارقام اللي اقل من صفر. هنا حطينا الارقام الاكبر من صفر في الارقام الموجبه، هون راح نحط الارقام اللي اقل من الصفر، يعني اجمع لي الارقام اللي اقل من صفر، وبنعمل اوكي. راح نلاحظ ان المجموع كم؟ ناقص 30. الناقص 30 اللي هن الخمسه ناقص 5 وناقص 12 والناقص 13. ناقص 13 وناقص 12 25، والناقص 5 بتصير ناقص 30. إذا في فرق بين دالة الجمع اللي هي الصم
هاي بالوضع. طيب تجمع بدون شرط، اذا بدي اجمع حسب شرط نختار دالة sum if ومنحدد الرينج ومنحدد الشرط اللي انا بدي احطه في هذه الدالة.